السلام عليكم يا اولاد المفروض ان انا بشتغل معاكم النهارده رابع زوم ليكتشر انا بعتذر على ان انا ما جيتلكوش يوم الاثنين اللي فات بس فعلا اني مريض جدا ومش قادر اشتغل لكن غصب عني ان انا بعمل لكم دي علشان ان شاء الله ربنا يقدرني ويقويني والدكتور يسمح لي انزل يوم الاثنين الجاي يمكن أنا خليت الدكتورة هيبة تخش تديكم المحاضره اللي هي بتاع تشابتر 11 في الديسيجن ميكنج وتشابتر 17 في البروسيس كوستنج. والنهارده هديك شويه في الكيسز اللي كنا هنشتغلها الاسبوع اللي فات بس الوقت كان خلص وبرده البروسيس كوستنج ان شاء الله اللي هو فيها الطريقه مختلفه في ال في التشابتر بتاع 17 فانا عملتها لك بال بالاسلوب اللي احنا بنشتغل بنشتغل بيه اللي هو الاكوفيلنت يونت برودكشن ريبورت والافريج كوست بير يونت ريبورت وال والكوست ريبورت والاكونت الجورنال عفوا الليجر اكونت فان شاء الله هبدا معاك بالمانجيريال بعد شويه بس اخد العلاج بتاعي وابدا اعمل لك المحاضره بتاعة الكوستنج وان شاء الله اكمل معاك في ال... في الفيس تو فيس ليكتشر ان شاء الله يمكن قدامك دلوقتي السكرين واضحه وفي decision ميكنج واحنا قلنا الديسيجن ميكنج كان فيه شويه حالات اللي هم كانوا حوالي 13 حاله تقريبا اشتغلنا منهم حاله رقم خمسه بس تقريبا انا النهارده هشتغل معاك ديسيجن ميكينج ثرو كوانتيتيف اناليسيس تكنيكس بمعنى ان في بعض ديسيجن ميكينج بروبلمز بنستخدم لها الكوانتيتيف اناليسيس تكنيكس زي الجيم ثيوري وزي الليينر بروجرامنج الليينر بروجرامنج انا جايب لك عليه حالتين هحل معاك حاله والحاله الثانيه هديك الاجابات بتاعتها تحلها بنفس الاسلوب اللي هي اظن الحاله رقم 8 و9 وبعدين الجيم ثيوري جايب لك الحاله رقم 12 و13 هحل معاك رقم 12 وجايب لك اجابات الحاله رقم 13 تشوفها ولو في عندك اي اسئله ممكن قوي يوم الاثنين تسالني فيها في المانجيريال قبل ما ابدا اكمل لك الكيسز ان شاء الله. طيب لما اجي اقول لحضرتك ان في حالات بيبقى افضل ان انا استخدم لها الكوانتيتيف اناليسيس تكنيكس اللي هي اساليب التحليل الكامل. بيقول لي هنا using linear programming technique او بنسميه optimality technique linear programming اللي هو البرمجة الخطية طب ليه بيسموه optimality technique لانه بيوصل للoptimal solution سواء المينيموم كوست او الماكسيمم بروفيت انا هنا ما بتكلمش على الكوست ولكن بتكلم ازاي نوصل لاعلى كونتريبيوشن مارجن ممكن طب ليه ما نخليهاش اعلى بروفيت لان انا بتكلم على ايه بتكلم على فاريبل كوست وسيل برايس بير يونت. هل الديفرنس بين السيلز والفاريبل كوست بيديني بروفيت؟ لا بيديني كونتريبيوشن مارجن. طب بتشيل الفيكسد بالمره الفيكسد كوست مالوش علاقه لينير فبالتالي حتى بتوع الكوانتيتيف اناليسيس تكنيكس لما يقول لك عايزين نماكسمايز البروفيت الكلام ده غلط لان البروفيت داخل فيها فيكسد كوست وداخل فيها فاريبل كوست وداخل فيها سيلز فاليو السيلز فاليو لينير ريليشن الفاريبل كوست لينير ريليشن لكن الفيكسد ما هياش لينير عشان كده صح ان احنا بنشتغل على الكونتربيوشن مارجن بيقول لي يو ار ريكواير تو ماكسمايز ذا انتيتيز كونتربيوشن مارجن اباوت ويتش ذا فولوينج داتا ار افيلبل ثرو ذا جرافيكال سوليوشن طب هو اللينير بروجرامنج بتتحل بالجرافيكال سوليوشن بس لا دي بتتحل بالماتريسيز كمان وبتحل بطريقه اسمها سيمبلكس اللي بنعمل شويه جداول كده لغايه لما نوصل للاوبتيمال لل سوليوشن لكن انا مش عايز ده كله انا بوريك بس

طب عشان انتج 1 يونت اوف اكس 1 لازم تعدي على سنتر اسمه اس وسنتر اسمه ار ويحتاج اكس 1 ثلاث ساعات هنا واربع ساعات هنا يبقى producing 1 يونت اوف اكس 1 اللي هي هتكسب 6 جنيه كونتريبيوشن مارجن محتاجه 3 اورز عند السنتر اللي اسمه اس وعايزه 4 اورز عند السنتر اللي اسمه ار طب بالنسبه لاكس 2 اللي هي الكونتريبيوشن مارجن بتاعها 9 دولار بير يونت قال لي اكس 2 دي عشان انتجها برضه بتعدي على نفس التو سنترز اس وار بس بيحتاج هنا خمس ساعات وهنا ساعتين. السؤال السنتر اس كل الافيلابل اورز اللي فيه 30,000 ساعه. 30,000 ساعه اللي انا محتاج منهم ثلاث ساعات لكل يونت من اكس 1 وخمس ساعات لكل يونت من اكس 2 يبقى انا عشان استخدم ثلاث ساعات وخمس ساعات في حدود ال 30,000 ساعه. طيب الاربع ساعات والساعتين دول دي عشان اكس 1 واكس 2 عند سنتر ار اللي كل اللي فيه 26000 ساعه الحل بتاعي بيستلزم ان انا اعمل موديلايزنج للبروبلم يعني ايه موديلايزنج للبروبلم يعني تو بوت ذا سيوتابل موديل اللي انا هشتغل عليه الموديل بتاعي عباره عن ماثيماتيكال موديل واحله بالجراف طب الموديل بتاعي عباره عن ايه عباره عن حاجه اسمها اوبجكتيف فانكشن ودي ايكويشن وعليها تو كونسترينز ايه الكونسترينز بتوعي نشوف الاول الاوبجكتيف فانكشن الاوبجكتيف فانكشن اللي انت عايز توصل له ايه انا عايز اعمل ماكسمايزنج للكونتريبيوشن مارجن اهو بيقول لي ماكسمايز الانتس كونتريبيوشن مارجن طب هو الكونتريبيوشن مارجن من 6 دولار لكل يونت من اكس 1 و9 دولار لكل يونت من اكس 2 اه يبقى المفروض ماكسمايز كونتريبيوشن مارجن 6 اكس 1 زائد 9 اكس 2 يعني كده اهو ماكسمايز كونتريبيوشن مارجن 6 اكس 1 بلس 9 اكس 2 طب العمليه مفتوحه ولا سبجكت تو في حاجه حكماني قال لي لا مش مفتوحه طبعا لان المفروض لما اقول 6 اكس 1 طب اكس 1 دي تطلع كام يونت هل 1000 يونت 1000 في 6 ب 6000 2000 يونت من اكس 2 2000 في 9 ب 18000 18 هو ده المطلوب قال لي مطلوب اعرف عدد اليونتس من اكس 1 وعدد اليونس من اكس 2 عشان لما اضربها في 6 واضربها في 9 يديني اعلى كونتريبيوشن مارجن طيب انتج بقى مليون وحده ومليون وحده لا انت محكوم محكوم بايه قال لي انت ما عندكش هنا غير 30000 ساعه حاول تستخدمهم بقى راشونالايزنج كده 3 ساعات لده و5 ساعات لده وال30000 ساعه اهم قال لي طيب يعني عايز 3 ساعات عشان اكس 1 و5 ساعات عشان اكس 2 في حدود ال30000 قال لي اه يبقى 3 اكس 1 و5 اكس 2 بس ما يعدوش ال 30000 ساعه اهو هقول لك 3 اكس 1 زائد 5 اكس 2 ايكوال اور ليس ذان 30000 اور اذا ما هماش مور ذان طلعوا 30000 يبقى ايكوال خلاص خدتهم كلهم طب ولو اتبقى منهم حاجه يبقى ان يوتلاس بس ما لهاش حل تاني طيب لو جيت على السنتر الثاني قال لي السنتر الثاني كل اللي عندي 26000 ساعه محتاج اربع ساعات لاكس 1 وساعتين لاكس 2 طب اربع ساعات عشان اكس 1 وساعتين لاكس 2 في حدود ال 26000 اور يعني كده اهو 4 اكس 1 2 اكس 2 ايكوال 26 يبقى استخدمتهم كلهم طب ولو كان اقل من 26 يبقى الباقي ان خلصت يبقى انا اخري 30000 ساعه في السنتر اللي اسمه اس و26000 ساعه في السنتر اللي اسمه واي أمال إيه اللي أنت كاتبه تحت ده؟ قال لي ده فيه كونسترين أنا بحطه شئت أم لم أشأ مش بمزاجي، اسمه نون نيجاتيفيتي كونسترين بمعنى هو أنا لو قلت كل وحدة من إكس 1 عايزة ثلاث ساعات وقسمت ال 30,000 على الثلاثة ممكن أطلع 10,000 من إكس 1؟ آه أيوه 10,000 من إكس 1 بس ال 10,000 كل وحدة عايزة هنا أربع ساعات 10 في 4 ب 40 ما عندكش يبقى ما أقدرش طب ال 30,000 على 5 ممكن يطلع لي 6,000 يونت من اكس 2؟ اه. طب 6,000 يونت لو ضربتها كده في الخمسه بال 30,000، طب ال 6,000 كل يونت عايزه ساعتين اثنين هنا. ساعتين في 6 ب 12، وانا عندي 26، يبقى هستخدمهم كلهم ولا هيتبقى منهم؟ هيتبقى منهم. طيب لما انتج 6,000 يونت من اكس 2، 6,000 يونت في 9 جنيه ب 54,000 جنيه، 54,000 دولار، خليك فاكر بس الرقم. طب ما كويس يبقى اعمل 6000 ب 54000 طب ما انا ممكن اجيب بروفيت احسن انت عارف البروفيت اللي انا هجيبه لك بالجرافيكال سوليوشن 57000 دولار اذا كل اللي قدامي قسمت دي على دي اداني 6000 6000 9 ب 54 واستخدمت ال 30 كلهم واستخدمت 6000 في 2 ب 12000 واتبقى 14000 ما لهمش استخدام ما انا ما اقدرش اعمل حاجه من المنتج الثاني عشان ال 30000 كلهم خلصوا طب لو جيت على 26 وقلت اقسمهم على الاثنين اطلع 13,000 وحده من اكس 2، ما ينفعش. ليه؟ لان ال 13,000 كل وحده عايزه هنا خمسه، 13 في 5 ب 65 وانت ما عندكش، عندك 30 بس. طب ممكن ال 26 اوظفهم عشان اكس 1؟ اه. طب 26 على الاربع ساعات لكل يونت يديني كام؟ 6500، 6500 في 6 دولار ب 39,000 دولار. يبقى ممكن 6500 من هنا بس هيتبقى 10500 ساعه هنا 6500 في 3 ب 19500 قول 20 من 30000 يتبقى 10500 ساعه مش متوظفه طب ايه رايك بقى في اللي يوظف لك ال 26000 كلهم وال 30000 كلهم وينتج لك من الصنفين وما يجيب لكش 39500 زي اكس 1 ولا 54 زي اكس 2 لا يجيب لك 57000 هو ده اللي بندور عليه اذا انا هعمل موديل الموديل او اول الايكويشن ان انا بقول ماكسمايز اهو ماكسمايز الكونتربيوشن مارجن 6 اكس 1 زائد 9 اكس 2 اهي ماكسمايز 6 اكس 1 و9 اكس 2 طيب ايه الشروط بتاعتك قال لي 3 ساعات لاكس 1 5 ساعات لاكس 2 يوزنج ال30000 اور اهو 3 اورز فور اكس 1 5 اورز فور اكس 2 ايكوال اور ليس ذان ال30000 اور طيب لو رجعت تاني كده الشرط التاني أربع ساعات عشان إكس 1 ساعتين عشان إكس 2 في حدود 26000 أهو يا باشا 4 إكس 1 و 2 إكس 2 إيكوال أور ليس ذان 26000 أور السؤال هل ممكن ما أنتجش من إكس 1؟ أه ممكن أنتج من إكس 2 خلاص يبقى إكس 1 بزيرو طب ممكن أنتج من من إكس 1 وبلاش إكس 2؟ أه ويبقى إكس 2 بزيرو طب هل ممكن أنتج من إكس 1 أو إكس 2 بالنيجاتيف؟ ده مش منطقي يعني عايز تنتج منهم ألف ألفين ثلاثة ما تنتجش لكن تنتج بالناقص صعب قوي عشان كده في عندي بقى حاجة اسمها نون نيجاتيفيتي constraint الكونسترين دوت بيقول لي ان اكس 1 ممكن يساوي زيرو والزيرو دي مش نيجاتيف وممكن يبقى اكبر من زيرو يعني بوزيتيف لكن ما ينفعش يبقى اقل من زيرو ما ينفعش يبقى نيجاتيف برضو اكس 2 ممكن يساوي زيرو او يبقى اكتر من زيرو لكن ما ينفعش يبقى اقل من زيرو يبقى دايما انا عندي الاوبجكتيف فانكشن اللي انا عايز اعظمه ايه عظم الكونتريبيوشن مارجن 6 دولار لكل يونت من اكس 1 وشوف هتنتج منها قد ايه و9 دولار من كل يونت من اكس 2 وشوف هتنتج منها قد ايه بحيث يديني اكبر ما يمكن اللي بقول لك هيوصلني ل 57000 دولار بس بشرط ان انا ما عنديش غير 30000 ساعه بحتاج منهم 3 لده و5 لده ما عنديش غير 26000 ساعة في المركز الثاني بستخدم أربعة لده واثنين لده وفي كل الأحوال مش ممكن أنتج بالسالب طب ده معناه إيه؟ معناه لو قسمت ال 30 على 3 يبقى إكس 1 بكام؟ ب 10 طب ولو قسمت ال 30 على الخمسة يبقى إكس 2 بكام؟ ب 6 30000 على الثلاثة 10000 يونت 30000 على الخمسة 6000 يونت بص معايا كده الرسمة إيه؟ وأدي ال 10000 يونت بتاعت X1 لما قسمت 30,000 ساعة على الثلاث ساعات لكل يونت. وأدي ال 6,000 بتاعت X2 لما قسمت ال 30,000 ساعة على 5، هرجع تاني أهو. قلت لك ال 30,000 على ثلاث ساعات يبقى X1 هعمل نقطة عند 10000. 30000 على 5 ساعات يبقى 6,000 عند X2 هعمل 6,000. أهو. آدي 10000 وآدي 6,000 ووصلتهم ببعض. ما فيهاش مشكلة. طب عايز اعمل الخط الثاني ده، قال لي ده بتاع السنتر ار، ارجع، 26 لو قسمتها على 4 هيديك 6500 من اكس 1. لو قسمتها على 2 يديك 13000 من اكس 2. إذا هنا هيبقى 6500 واكس 2 هتبقى 13، أهو، أدي اكس 2 هنا 5 هنا 6 هنا 7 هنا 6 ونص أهي. وبالنسبة لإكس 2 ال 13 أهي. لما وصلت ده ووصلت دوت اتقطعوا في الحته دي. المنطقه دي كلها اللي هي الشكل الرباعي ده اسمها فيزابول اريا. فيزابول اريا يعني ايه؟ يعني منطقه الحل المسموح به. يعني ممكن ما انتكش خالص يبقى زيرو. وممكن ننتج 6000 من اكس 2 اللي ادتنا 54000 دولار. وممكن انتج 6500 من اكس 1 اللي ادتني 39000 دولار. وممكن اشوف نقطه التقاطع. نقطه التقاطع بتقرا هنا 3000 اكس 2 و5000 اكس 1 يبقى اكس 1 5000 واكس 2 3000 تعال بقى نطبق الكونتربيوشن مارجن 6 اكس 1 و9 اكس 2 اهي اهي 6 اكس 1 و9 اكس 2 ادي ال6 اهي في اكس 1 اللي هي طلعت 5000 والتسعه اهي في اكس 2 اللي هي طلعت 3000 دي ب30 ودي ب27 يبقى 57000 دولار يبقى يعني انا وصلت للماكسيمم كونتريبيوشن مارجن باستخدام الجراف بتاعي خد بال حضرتك بس ان انا لما عملت الجراف كده هو ده كان معمول في كتاب العربي انا بصراحه ما عرفتش اعمل السلايد واعمل الجراف دوت على الشمال في الـ في الليفت هاند سايد يعني عشان يبقى بالانجلش فخليته زي ما هو بس ترجمت الكلام اللي موجود ماشي الكلام لكن في المحاضره برضه هوريك هو تعملها ازاي واقول لك ان انا اشتغلت في الربع اللي هو كله بوزيتيف لكن الناحيه دي فيها بوزيتيف ونيجاتيف والناحيه دي فيها بوزيتيف ون... والناحيه دي فيها بوزيتيف ونيجاتيف ولو شديت الخط كده هتلاقي الناحيه اللي تحت دي كلها نيجاتيف دي الوحيده اللي كلها بوزيتيف الكلام ده برضه هقوله لك بسرعه في المحاضره ان شاء الله لعلك تكون فهمتها المساله الثانيه اللي موجوده عندي اللي هي كيس نمبر 9 بيقول لي يوزنج لينير بروجرامنج اللي هو تكنيك اعمل لي ماكسمايزنج للانتس كونتريبيوشن مارجن about which the following model is related في بدل ما يديني زي المره اللي فاتت بيانات وانا ابدا اعمل منها الموديل لا ده هو في نمبر 9 اداني الموديل على طول اهو بيقول لي ماكسمايز الكونتربيوشن مارجن 15 اكس 1 زائد 12 اكس 2 زي ما كنت بقول هناك 6 اكس 1 9 اكس 2 سبجكت تو بشرط ايه ساعتين لكل يونت من اكس 1 واربع ساعات لكل يونت من اكس 2 في حدود 16000 في المركز الاولاني. اربع ساعات لكل يونت من اكس 1 ساعتين لكل يونت من اكس 2 في حدود 20000 في المركز الثاني. والنون نيجاتيفيتي كونسترين اكس 1 واكس 2 يساوي او اكبر من 0 بقول لك الحل اكس 1 هيطلع 4000 واكس 2 هيطلع 2000 والكونتريبيوشن مارجن لما تحسبه على المعادله دي هيطلع 84000. اعملها وقول لي يوم الاثنين المسألة طلعت معاك كويس خير ما طلعتش معاك أنا موجود معاك يوم الاثنين إن شاء الله نيجي دلوقتي نتكلم عن أسلوب تاني اللي هو اسمه جيمز ثيري جيم ثيري اللي هو نظرية المباريات ونظرية المباريات يا أولاد تخيل كده في مباراة بين فريقين لو فريق كسب أربعة يبقى الفريق تنخسرهم خسرهم لو فريق خسر أربعة يبقى التاني كسبهم يبقى دايما في مكسب وخسارة في واحد بيستفيد وواحد بيضر. طيب اللي بيستفيد دوت عايز يعلي الاستفاده بتاعته على قد ما يقدر ولا لا؟ ايوه، طب التاني هيسيبه ولا هيحاول انه يقللها؟ طب التاني عايز يقلل الخساره بتاعته. ده هيسيبه ولا هيحاول يزودها له؟ اذا الفكره كلها احنا في ريسك سيركمستانسز، في ظروف مخاطره. وبيبقى عندي تفاوض بين طرفين. تخيل كده لو انا عايز اجر لك الشقه بتاعتي. الشقه بتاعتي انا عايز اجرها في الشهر ب الف جنيه. انت مجنون والله ما انا عايز اعلى رقم ممكن طب واللي هيستاجرها نفسه يدفع 100 جنيه في الشهر طب يبقى انا بقدر الامكان عايز اخد في شقتي على قد ما اقدر وهو بقدر الامكان عايز يدفع اقل ما يمكن اذا هو عايز يعظم المنفعه بتاعته بانه يقلل المبلغ اللي هيدفعه لانه هيدفع هيبقى فيه باي اوت وانا بالنسبه لي البي اوف مصلحتي ان انا اخد اكتر ما يمكن فلما اقول لحضرتك هيبقى عندي مجموعه سياسات يعني ايه؟ لك والله هاخد منك 4000 وهدفع لك الصيانه بتاعه العماره وادفع لك الكارت بتاع الكهرباء. او اخد منك 3000 بس تدفع انت الكهرباء. او اخد منك 2000 ونص بس انت مش عارف ايه. وانت برضه هتديني شويه سياسات من عندك طيب بتخليها كذا وانا اعمل كذا وانت طيب يعني لو عندي تو بارتيز طرفين طرف اسمه كي عنده شويه سياسات وكده اعتبره عادل طه اللي هو اللي هيقبض الايجار بتاع الشقه اذا دايما الروز هتبقى البي اوفز البي اوفز اللي هي الجينز ماشي يبقى هفترض ان ده عادل طه اهو هو اللي بيأجر الشقه وعنده سياسه رقم واحد سياسه رقم اثنين سياسه رقم ثلاثه سياسه رقم اربعه ولما يلعب بكل سياسه من دول نفسه ياخد اكبر مبلغ ايجار ممكن طب ما انا احسن حاجه ان انا العب بالسياسه ديت عشان اخد 40 طيب ومين هيطولك انت عارف توم جيري ما هو الراجل اللي هيستاجر الشقه اهو عنده اربع سياسات راخ لما هيلاقيك داخل بدي هيخش لك هو بالسياسه الثانيه عشان ما ما يخليكش تاخد غير اثنين هيلاقيك داخل بدي ومنظر على ال25 هيخش لك بالسياسه الثالثه بتاعته عشان يخليك تاخد تسعه بس طب وهو لو دخل بالسياسه الثانيه عشان ما يدفعش غير اثنين هل انا اخشله في السياسه الثالثه واقبله هنا اهو لا اول ما ليه عمل كده اهو ابدا اخشله بالسياسه الاولى ليه؟ لان هو دخل بدي خلاص ومنظر على الاثنين او مقطع عليه السكه فين؟ عند ال 15 وهكذا. اذا الروز كلها جينز اما الكولمز كلها بي اوتس اللي هي بالنسبه له تعتبر لوسز او او اكسبنسز بالنسبه له. طب هو عايز يقلل الاكسبنسز وانا عايز ازود الريفينيوز بتاعتي. نعمل ايه؟ قال لي تعالى اقول لحضرتك سيبك من بيه بيها نخش في مشكله ثانيه. انا عندي الماتريكس اهي فيها شويه روز وشويه كولمز وفي السيلز اللي موجوده فيها ال values بتاعت التفاوض وال values دي in مليون دولار. فبيقول لي using game theory find the optimal contracting value القيمه التعاقديه between K and a British oil company B through the following available tabulated data او الماتريكس دي وال values are in مليون دولار. خد بالك انها بالمليون يعني ال 35 دي 35 مليون الاثنين دي 2 مليون لذلك في حل هيبقى اسمه جرافيكال جرافيكال سوليوشن الجرافيكال سوليوشن بيديك ابروكسيميتد انسر فهيديني الابروكسيميتد انسر اللي انا مش هحلها معاك دلوقتي هحلها معاك هناك في اللكتشر بيديني 13 طب 13 يعني ايه؟ يعني 13 مليون كويس؟ انت عارف الاجابه الاكيوريت اللي انا هطلعها لك دلوقتي بطريقتين ماثيماتيكال هتطلع كام؟ 13.05 طبعا لو واحد عبيط يقول لك 0.05 ايه؟ ده 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 خمس قروش يا عم انت اولا دي بالدولار وبالمليون دولار يبقى 13 مليون and 15 and 50000 13 مليون و50000 يبقى 0.05 دي 50000 دولار ما تتسابش يعني وبالتالي الابروكسيميشن هنا ما ينفعش ولازم يبقى عندي اكيوريت ريزلت طب انا هاخد الفاليوز دي واشوف هحل ازاي بص معايا First of all we have to discover if there is a saddle point نقطة توازن or not يعني هنوصل لاتفاق في التفاوض بيني انا كي وبينك انت بي ولا لا لو هنوصل لنقطة اتزان يبقى اوكي ويبقى اتحلت مش هنوصل يبقى لازم ندور على طريق يبقى first of all we have to discover if there is a saddle point or not طب سادل بوينت يعني نقطه التوازن او اتزان هنجيبها منين and this can be done ممكن نعملها through choosing the highest value in each column طب هو الكولم مش عباره عن مصروفات او خساير بالنسبه لبي اه هتدور على اكبر رقم ليه قال لي ما المفروض ان انا انا قلقان فبقول لك انا مش عايز اخسر لكن المفروض ان كي بيدور على اني يخليني ادفع اكبر ما يمكن فانا بقول لو ضربوا لعور على عينه انا بي لما اخش ب1 دي 20 و15 و40 و11 اكبر رقم فيهم كام 40 يبقى ضرب على على عينه قال خسران خسران يبقى انا لو دخلت بدي اكبر خساره ممكن تحصل لي هي ال40 طب ولو دخلت بالسياسات دي بتاعه بي2 في عندي 15 و14 و2 و4 اكبر رقم فيهم كام طلع 15 يبقى اكبر مصيبه تحصل هنا 15 اكبر مصيبه تحصل هنا 12 اكبر مشكله هنا 35 يبقى انا عند اللي هيدفع اكمن هو قلقان من اللي قدامه خد اكبر خساره متوقعه وحطهم قال لك مش دي اكبر خساير عندي اه دور على الصغيره فيهم عشان كده في معيار اسمه ميني ماكس طب يعني ايه ميني ماكس مينيمايزنج الماكسيمم بس سيادتك جبت الماكسيمم بتاع دي لقيت 40 لقيت اكبر حاجه هنا 15 لقيت اكبر حاجه هنا 12 لقيت اكبر حاجه هنا 35 اه طب اصغرهم فين؟ يبقى انا بعمل مينيمايزنج للماكسيمم اللي اخترته طلعت 12. بص على الناحيه الثانيه بالنسبه لكي كي بالنسبه له دي تعتبر ايه؟ باي اوفز وباي اوفز يعني ايه؟ مكاسب. طيب انا انا عايز اخد اكبر مكسب بس هل بي هيطولني ان انا اخد اكبر مكسب؟ لا عامله زي توم اند بالظبط. طيب يبقى لما كي يخش في دي يقول لك يعني لو لو ما ما حصلتش حاجه خالص هاخد اقل قيمه 12 وهنا يعني لو ضربوا العور على عينه مش هلاقي غير اقل حاجه تسعه وهنا اقل حاجه اثنين وهنا اقل حاجه اربعه طب مش دي اقل مكاسب ممكنه؟ شوف لي الكبيره بتاعتها عشان كده قلت ماكسمايزنج المينيمم ما دام اخترت المينيمم بروفيت خدت الماكسيموم بتاعه هنا اخترت الماكسيمم نص ورحت واخد منهم المينيمم المينيمم اللي انا اخترته هنا كام 12 والماكسيمم اللي انا اخترته هنا كام 12 يبقى كده وصلنا لحل بي وكي وصلوا لاتفاق 12 هي احسن قيمه للاتنين لو ان اي واحد فيهم دور على حاجه احسن من كده مش هيلاقي يبقى احسن سياسه يلعبوا بيها السياسه اللي هي K1 و 3 بحيث الاثنين وصلوا الرقم 12 ده 12 اهي و12 اهي عشان كده بقول هنا في سادل بوينت ما دام وصلت الرقم هنا هو الرقم هنا يبقى في سادل بوينت نقطة اتزان ووصلنا الحل على ترابيزة المفاوضات وقيمة المباراة كام؟ 12 واضحة؟ إذا بالنسبة لي دي كلها مكاسب باخد أقل مكسب في كل صف ونائب الكبير بتاعهم دي خساير باخد اكبر خساره في كل عمود وانقي الصغير بتاعهم لو وصلت اللي هنا زي اللي هنا يبقى دي قيمه المباراه واتحلت. تعالى بقى شوف بيقول لي اعمل ايه هنا؟ بيقول لي ري نفس المساله دي بس تعالى يا باشا افترض ان الفاليو اللي في الخليه كي بي 3 كي 3 اهي وبي 3 اهي الرقم ده كي 3 بي 3 الرقم ال 12 ده قال لي افترض انه 19. يعني دي هقلبها 19 وباقي الارقام هي هي قال لي طيب اهو وحطيت لك هنا اهو فين 19 اهي قال لي كي 3 بي 3 افترض انها 19 كتبتها 19 ايه المطلوب بقى قال لي حل المساله بقول لك ان كيس ذا فاليو از 19 ان كي 3 بي 3 سيل وي ويل نوت جيت ا سادل بوينت يعني لازم ادور برضو في سادل بوينت ولا لا يعني هكرر اللي انا عملته هناك تاني تعالى بالنسبة للرو أكبر خسارة هنا كام؟ 40 أكبر خسارة هنا كام؟ 15 أكبر خسارة هنا كام؟ 19 كانت 12 المرة اللي فاتت 19 أكبر خسارة هنا كام؟ 35 مش دي أكبر خسائر؟ يعني الماكسيمم لوسز شوف لي المينيمم بتاعها مينيمايز الماكسيمم ميني ماكس ده اسمها ميني ماكس كرايتيريا أقل حاجة هنا كام؟ 15 طيب تعالى يا باشا بص لي للرو دي مكاسب انا نفسي اكسب اكتر حاجه بس ما دام في ريسك سيركمستانسز مانيش متاكد يبقى انا بقول لو ما جاليش حاجه خالص ولعبت بالسياسه دي هيجي لي اقل حاجه كام؟ 12 ودي اقل حاجه ممكن تجيلي لي كام؟ 9 وهنا اقل رقم في دول كام؟ 2 وهنا اقل رقم كام؟ 4 مش دي المينيموم بروفيت؟ اه طب اعمل ماكسيمايزنج للمينيموم هستخدم المعيار اسمه ماكسي من يبقى زي ما هنا ميني ماكس max, هنا ماكسي من اخترت ال 12 طب هنا اخترت 12 وهنا 15 هل الاثنين زي بعض؟ لا يبقى ما فيش سادل بوينت بص لما حليت المرة اللي فاتت كان اللي مطلوب الموجود هنا 12 وهنا 12 قلت يبقى في سادل بوينت واتحلت لكن في الحالة دي الرقم اللي هنا مش هو الرقم اللي هنا يبقى كده ما عنديش سادل بوينت وما دام ما فيش سادل بوينت ما وصلتش لقيمة للمباراة طب اتصرف ازاي؟ قال لي يا باشا عشان تحل في ثلاث طرائق طريقة بتديك نتيجة approximated اللي أنا بقول لك هتديك 13 approximately والصح بتاعها 13.05 وال05 ديت مش 5 سنت لا دي 50 ألف دولار لأن ال ار are in million. يبقى 13.05 يعني 13 مليون 50,000 دولار يبقى ما ينفعش ان انا اطنش ال 0.05 دي عشان كده الابروكسيميتد ميثود حتى مش هعرف احلها معاك هنا عشان مش هعرف اعمل الجراف بتاعها فانا هعمله لك في الـ في الفيس تو فيس ليكتشر يوم الاثنين ان شاء الله هتفكروني قبل ما ابدا المحاضره. طب احل هنا ازاي؟ هحل بطريقتين ماثيماتيكال وهتلاقوهم بمنتهى اليسر والسهوله هي شويه معادلات هنحلهم مع بعض خلصت. والطريقه الثانيه اسمها كومن بروبابيلتيز او ميوتشوال بروبابيلتيز برضه سهله جدا وهتخلص على طول ان شاء الله. طيب هنا انا بقول لقينا إيه سادل بوينت ولا ما فيش سادل بوينت؟ ذير از نو سادل بوينت مطلوب يا باشا تابريفيت الم... الماتريكس ابريفيت طب اختصرها ازاي؟ هي كام في كام الماتريكس دي؟ قال لي عمود 2 3 4 وهنا الصف 2 3 4 اربع سياسات عند كي واربع سياسات عند بي قال لي لازم تختصرها تبقى 2 في 2 يعني ايه؟ يعني عمودين وصفين؟ اه طب عمودين وصفين يعني المفروض ان انا اوصلها كده طب يعني ارمي اي عمودين واي صفين بقى ولا اتصرف ازاي قال لا يا باشا لها قواعد طب قواعد ايه بص معايا الروب بالنسبه لك بيعتبر مكاسب ولا لا ايوه باي اوفس مكاسب جينز طيب لو عندك صف الارقام بتاعته احسن من صف تاني ما ترميش الصف التاني اه طبعا يعني لو السياسه الاولانيه دي كل ارقامها سيبك من العمود بتاعي دوت اللي انا كنت بدور على سادل بوينت انا عايز الاربع اعمده دول والاربع صفوف دول سيبك من اخر عمود ده واخر صف ده السؤال لو سيادتك بصيت على ده وقلت لي مثلا العشرين اكتر من ال11 ولا؟, ولا لا اه طب وال15 اكتر من الاربعة ولا لا اه خد بالك انا بقارن كي1 بكي4 طيب والإتناشر اكتر من ال ولا لا ايوه طب وال 35 اكتر من السبعه ولا لا؟ ايوه، طب بالله عليك في كل الاحوال السياسه كي 1 مش احسن من السياسه كي 4؟ ايوه بدليل ان كل الفاليوز اللي موجوده عند كي 1 اكبر من كل الفاليوز اللي موجوده عند كي 4. طب افترض ان دي 15 ودي 15. دي هنا 15 والفور دي 15، برضه كي 1 احسن. ليه؟ لان كل الفاليوز هتبقى احسن من كل الفاليوز اللي هنا ودي زي دي يبقى معنى ذلك لو كل الفاليوز اللي في، في،, في في رو معين افضل من الثانيه او بعضها بتساوي يبقى اختار الرول اللي انا اخترته ما اكبر منه طيب افترض ان انا ما قال لي روح للكولمز الكولمز بتمثل ايه باي اوتس يعني ايه يعني خساير طب والخساير انت عايز تحتفظ بالخساير الكتيره ولا القليله القليلة طبعا طب افرض حضرتك احنا خلاص طيرنا الصف ده خلاص يبقى انا عندي ادي كولا من اتنين تلاتة اربعة طيب يا عم بي يا ترى انت تخسر خمستاشر احسن ولا عشرين لا خمستاشر طب اربعتاشر ولا خمسة وعشرين لا اربعتاشر طب اتنين ولا اربعين لا اتنين يبقى السياسة دي كلها ممكن ارميها بالنسبة لبي ولا ايوه لان السياسة ده افضل منها لان الارقام اقل وهكذا تتنك تعمل كده لغاية لما في الآخر توصل للماتريكس دي عشان كده بقول لك ميوتشوالي ميوتشوالي يعني بالتبادل يعني لو لقيت الصفوف مش عارف تشيل منها صف روح للأعمدة شلت عمود ارجع تاني للصفوف شلت صف ارجع للأعمدة لغاية لما تصفى معاك ما ينفعش تشيل أكتر من كده فأنا بقول لك as the rows represent pay يعني gains we have to cancel any row if the values of its cells are less than another row. طيب less than another row او او فيها بعض حاجات زيها. طب لما يبقى في حاجات less وحاجات بتساوي يبقى الليس واللي بيتساوي هيرميه لان اللي هيبقى اللي متبقي فوق المور واللي بيساوي. اذا هختار اي row يكون ارقامه اكبر من صف من من الرو تاني عشان اقول اتدخل ليه والغي التاني. طب بالنسبه للكولمز قال لي ذا the columns represent payouts يعني لوسز، we have to cancel any column if the values of its cells are more than other columns وممكن يكون في وسطها كده حاجات ايكوال بس المهم اي صف فيه اي كولم فيه الارقام كبيره دي خساير سيبك منه وخليك في الصغير في الاخر خالص هتلاقي نفسك وصلت لايه للاربع ارقام دول بص ال15 احسن من ال2 بس ال12 مش احسن من ال19 طيب ك ككولم ال12 اقل من ال15 بس ال19 مش اقل من ال2 يبقى وقفت مش نافعه تاني هرجع تاني اقول لك انا بعملها ازاي بص كده بص علي كي 1 وكي وك4 ال20 كمكسب اكتر من ال11 ال15 اكتر من ال4 ال12 اكتر من ال10 ال35 اكتر من ال7 في الحالة دي لو انت رميت كي 4 هتبقى زعلان في حاجة يا عم كي؟ لا، لأن كي 1 برقبتها. طب تعالى بص من ناحية بي اللي هيدفع، اللي هيتحمل، اللي هيخسر. وبص لي على الكُلم، بالله عليك لما تيجي تقارن دب ده بده، 12 أقل من 35 والتسعة أقل من 10، بس 19 مش أقل من 8، باظت. طيب ال 12 أقل من 15. والتسعه اقل من ال 14، بس ال 19 مش اقل من الاثنين، باظت، طب تعال قارن بي 2 بي 1، 15 اقل من ال 20، صح؟ وال 14 اقل من ال 25، تمام؟ والاثنين اقل من ال 40، صح؟ والاربعه اقل من ال 11، بالله عليك، مش بي 2 كلها ارقام حنينه عليك ما دام انت اللي هتدفع، يبقى بي 1 أخدها ولا ارميها؟ يبقى هرمي بي 1 يبقى كده وريتك ازاي ترمي العمود ده وازاي ترمي الصف ده وهنرمي كمان عمود وكمان صف في الاخر وصلنا لدي. At last we will get the following two by two matrix to begin choosing the suitable method for solution. ما دام وصلت لدي الثلاث طرائق اللي انا هقول لك عليهم الثري methods that can be used هقول لك عليهم واحده منهم اسمها جرافيكال سوليوشن هتطلع لي 3 ابروكسيميتلي وهوريها لك في الفيس تو في اللكتشف... فيس تو فيس ليكتشر وتفكرني يوم الاثنين قبل ما ابدا اي حاجه اوريها لك خلصت كده طيب في عندي طريقتين بقى واحده اسمها ماثيماتيكال ودي عباره عن ايكويشنز وحاجه اسمها ميوتشوال بروبابيلتيز او كومن بروبابيلتيز اعملهم ازاي قال لي خد بالك انت يا اما تشتغل على كي 1 وكي 3 يا اما تشتغل على بي 2 وبي 3 انا هشتغل لك على كي 1 وكي 3 وانت جرب اعمل نفس اللي انا عملته على بي 2 وبي 3 هتطلع نفس النتيجه بالظبط طب هتعمل ايه قال لي اعمل لي ايكويشن ايكويشن ايه هو دلوقتي كي 1 ممكن ياخد حته من السياسه دي ما حته من السياسه دي طب حته قد ايه لو خد نص دي 7 ونص ونص دي 6 يبقى المجموع كام 13 ونص طب لو خد نص دي 1 ونص دي تسعة ونص يبقوا عشرة ونص صح؟ طب هو لازم ياخد نص دي ونص دي مش ممكن ياخد تلات أرباع دي وربع دي ياخد 80% من دي و20% من دي يعني هو عايز يدور على يخلط سياستين مع بعض عشان يوصل لأحسن حاجة ماشي الكلام كده؟ بالراحة بقى طيب بالله عليك لو خد من دي ما يساوي اكس percentage يبقى هياخد من ديت واحد ناقص اكس percentage طب لو قلت لك x و y بيساوي واحد. يعني 20% و80%، ادي x و y بيساوي واحد. 60% و40%، ادي x و y بيساوي واحد. يبقى لو خد من دي ما يساوي 60%، يبقى هياخد من دي ما يساوي 40%. طب لو قلت لك 15 x و12 y، اهي، بص معايا كده. اهي. 15 x و12 y. هرجع تاني اهو. بقول لك هاخد 15 اكس و12 واي او اخد 2 اكس و19 واي بص ادي 2 اكس و19 واي يبقى 15 اكس زائد 12 واي بسويهم ب 2 اكس و19 واي هرجع اوريهم لك تاني اهو انا عندي بالنسبه ل كي 1 ممكن ياخد اكسايه من دي وواياية من دي يعني 15 اكس زائد 12 واي او ياخد 2 اكس و19 واي بص عليها اهي 15 اكس مع 12 واي او 2 اكس و19 واي حلو الكلام كده طيب السؤال بص معايا انا قلت لحضرتك انا اختصرت المصفوفه اهي وصلت المصفوفه دي احل بقى ازاي بص معايا الكلام اللي انا قلته لك اقرا معاك ناو ذير ار 3 ميثودز فور جيتينج ذا جيمز فاليو وان جيفز ابروكسيميتد ريزلتس ذات از ذا جرافيكال 1 and I will explain through the next face to face lecture وقلت لك اني مش عارف اعملها بالجراف مش عارف اعملها على الـ على الباور بوينت بصراحه ماشي الكلام طيب there are other two methods that gives accurate results the mathematical method ادي واحده and the common mutual probabilities method ادي الثانيه يبقى في عندي الماثيماتيكال ميثود ادي حاجه اهي اهي وفي عندي ال common او mutual probabilities method، ادي الطريقه الثانيه اهي. وهم دول اللي انا هورهم لك هنا، وبالنسبه للجرافيكال هحلها لك ان شاء الله يوم الاثنين اكون بقيت كويس <applause> <applause> واجي اشتغلها معاكم. الماثيماتيكال ميثود، بقول از each party اللي هو كي وبي كان amalgamate its two strategies، بص كده، مش كي عنده two strategies، ادي واحده وادي الثانيه ممكن يمكس مع بعض؟ اه ممكن يمكس مع بعض. طيب عشان يوصل لاستراتيجي يشتغل بيه، طب ولو بي ممكن ياخد 15 اكس و2 واي و12 اكس و19 واي؟ اه وده اللي انت هتجربها في البيت بعد ما اخلص معاك وهتطلع نفس النتيجه 13.05 بالملي. طيب يبقى انا بقول هشتغل على كي1 هياخد 15 اكس و12 واي ويساويهم ب2 اكس و19 واي. كويس؟ يبقى انا بقول هنا اهو as each party can amalgamate its two strategies to get a new amalgamated one in the light of that percentage of x زائد percentage of y بيساوي واحد يبقى x زائد y بيساوي واحد دي ريليشن عاديه جدا and it is enough to choose any of the two parties انا هاخد k وبقول لك من فضلك جربها على b واشتغل نفس الاسلوب وشوف هتطلع معاك ولا لا انا متاكد انها هتطلع ما طلعتش قولوا لي واحلها معاكم هنا في الليكتشر طيب and apply the equations to get the game's value as follows. بص يا بيه انا هقول لك 15 x 1 ومعاها 12 x 2 او هقول 15 x و12 y 2 x و19 y اهو ادي 15 x و12 y و2 x و19 y طب ممكن اجيب الاكسات في ناحيه والوايات في ناحيه اه ال2 x لو جت هنا بالماينص يبقى ال 15 اكس هتبقى 13 اكس طب ال 12 واي لو جت الناحيه دي بالماينص هيبقى 19 واي شيل منها 12 يبقى 7 واي يبقى ال 13 اكس بيساوي 7 واي فيها مشكله خليها دلوقتي عندك وانا مسميها ايكويشن 2 طيب مش اكس وواي بواحد لما قلت لك لو خدت انا 20% يبقى دي 80% لو خدت 60% يبقى دي 40% طب اكس وواي بواحد يبقى اكس بتساوي ايه هات لي واي الناحيه دي يبقى اكس بيساوي 1 ناقص واي عرفت قيمة إكس يا بي؟ طب تعالى استبدل قيمة إكس هنا. Now substituting value of X in equation 2. إكس طلعت بواحد ناقص واي، لأن إكس وواي بواحد. يبقى أنا لو خليت إكس هنا وجبت واي الناحية دي تيجي بالناقص، يبقى إكس بواي ناقص واحد. طب مش أنا عندي 13 إكس بيساوي 7 واي؟ آه. طب 13 في قيمة إكس بقى. 13 أهي في قيمة إكس اللي هي واحد ناقص واي. 13 أهي في إكس، إكس طلعت 1 ناقص واي، في 1 ناقص واي. هيساوي الناحية الثانية 7 واي. يبقى 13 في 1 ناقص واي، كده أنا حولت كل وايات. إذا الإكس قيمتها أهي. أهي. هاخد قيمة إكس دي وأحطها مكان إكس هنا. يبقى ال 13 مضروبة في 1 ناقص واي، أهي. الناحية الثانية هيساوي 7 واي. يعني 13 في 1 بـ 13. و13 في ناقص واي بناقص 13 واي. بيساوي الناحية الثانية 7 واي. طب ما دام 13 ناقص 13 واي بيساوي 7 واي، خلي ال 13 الناحية دي. وهات ال 13 واي اللي بالنيجاتيف دي هنا، تبقى بالبوزيتيف، يبقى 13 بيساوي 20 واي. طب ما دام 13 بيساوي 20 واي، يبقى واي ب 13 على 20. اقسم دي على 20 ودي على 20. هيبقى واي بيساوي 13 على 20. طب لما واي 13 على 20، مش اكس بتكملها؟ لما تكملها يبقى كام؟ شيل 13 على 20 من واحد. اديك 7 على 20 يبقى انا عندي قيمه واي وعندي قيمه اكس خد يا بيه القيمتين دول واطلع يا تطبقهم على النص ده يا اما على الطرف ده 15 اضربها في قيمه اكس 7 على 20 و12 اضربها في قيمه واي 13 على 20 او اضرب الاثنين في قيمه اكس 7 على 20 وال19 واي اضرب 19 في 13 على 20 الاثنين هيديك نفس النتيجه now substituting values of x and y in any of the two sides of the equation we get the value of the game بص 15 x و 12 y اهو الليفت ال سايد 15 x و 12 y ادي ال 15 مضروبه في قيمه x 7 على 20 اللي انا جبتها اهي 7 على 20 اهي احط لك تحتها خط عشان تبقى شايف اهو وبعدين بالنسبه لواي اهو 15 مضروبه في 12 اهو 12 واي ادي ال 12 في 13 على 20 ايه ال 13 على 20 قيمه واي اهي اهي, اهي تحتيها خط اهو ماشي كده يبقى ال 7 على 20 ضربتها في ال 15 لان دي قيمه اكس وال 12 ضربتها في ال 13 على 20 تطلع عباره عن 261 على 20 يطلع 13.05 مش مصدق خد الرايت هاند سايد 2 اكس و19 واي اهي و2 اضربها في قيمه اكس اللي هي 7 على 20 و19 واي اضرب ال19 في قيمه واي اللي هي 13 على 20 وجمع يا باشا يديك 13.05 13.05 على فكره لو مضايقك 13 على 20 احسبها يطلع 0.65 واشتغل ودي لو مضايقاك 7 على 20 هتطلع 0.35. يبقى دي 0.65 اهي 13 على 20 يعني 0.65. ودي 7 على 20 يعني 0.35. ماشي؟ واشتغل المعادله يديك 13.05 13.05. Try to apply the same steps with regard to the other party B to get the same value. يعني ايه؟ يعني تعالى حضرتك هنا قول لي 15 إكس و2 واي. يساوي 12 إكس و19 واي، وطبق نفس اللي أنا عملته مع حضرتك هنا. أهو. ماشي الكلام؟ هتوصل لنفس النتائج دي، وقولوا المحاضرة الجاية عملته إيه. ماشي يا أساتذة؟ في مشاكل؟ طيب، في عندي هنا بقى الكومن ميوتشوال بروبابيليتيز ميثود، طريقة الاحتمالات التبادلية أو الاحتمالات المشتركة، دي طريقة عبيطة جداً وهيديك نفس النتيجة تحتها. طب بنشتغلها إزاي؟ بقول لك using the abbreviated 2x2 matrix أهو الماتريكس بتاعت اللي هي 2x2 أهي 15 و12 و2 و19 أرجع أوريها لك أهي أهي 15 و12 و2 و19 مالها بقى؟ قال لي using the abbreviated matrix 2x2 we have to get the differences regarding the two rows طب الرول الأولاني الديفرنس بتاعه كام؟ 15 شيل منها 12 يديني 3. بس حط النتيجة في الروت تاني طب الروت تاني 2 و19 سيبك بقى ابدا بال2 ولا ب19 النتيجه دايما بوزيتيف 19 اشيل منها 2 الكبير ناقص الصغير هيديني كام 17 حطها في الرول الاولاني يبقى الديفرنس بين 15 و12 حطيته في الرول الثاني الديفرنس بين 2 و19 حطيته في الرول الاولاني فيها مشكله يبقى انا عملت سبستيتيوتنج للديفرنسز ان الديفرنس هنا حطيته قدام الثاني الديفرنس في الثاني حطيته قدام الاولاني ما فيهاش مشكله طب تعالى بالنسبه للكولم قال لي ريبيت بالنسبه للكولم هو الديفرنس هنا مش 13 اه هحطها عند الكولم الثاني الديفرنس هنا مش 7 حطها عند الكولم الاولاني انسى موضوع النيجاتيف والبوزيتيف الرقم الكبير ناقص الصغير 15 ناقص 2 13 اهي 19 ناقص 12 السبعه اهي طب هنا 15 ناقص 12 التلاته تحت اهي ال 19 ناقص 2 ال 17 فوق اهي خلصت؟ كلام مش منطقي شويه لكن الحل خلص ازاي؟ ال 15 دي قدامها هنا 17 وقدامها هنا 7 صح؟ طب ال 12 دي قدامها هنا 17 وقدامها هنا 13 طب ال 19 دي قدامها هنا 3 وقدامها هنا 13 طب ال 2 دي قدامها هنا كرو 3 وككلم 7 بالراحه بقى هو ال 17 وال3 مجموعهم كام؟ 20 يبقى ده فراكشن 17 على 20 وده 3 على 20 يعني point .85 و .15 طب هو ال7 وال13 بكام؟ برضه 20 طيب دي 7 على 20 ودي 13 على 20 7 على 20 يعني ايه؟ .35 13 على 20 يعني ايه؟ .65 خلصت؟ تعال يا باشا بقى خد الرقم ده واضربه في 5.85 واضربه في 0.35 يعني 17 على 20 و7 على 20 خد الرقم ده واضربه في 0.85 واضربه في 0.65 اللي هو 17 على 20 و13 على 20 خد الرقم ده 19 اضربه في 3 على 20 و13 على 20 خد الاثنين اضربها في 3 على 20 و7 على 20 ازاي قال ال15 اهي اول واحده هضربها في 17 على 20 وفي الكولوم 7 على 20 17 على 20 و7 على 20 زائد تعالى على ال 12 قدامها هنا 17 على 20 وهنا 13 على 20 17 على 20 13 على 20 تعالى عند الاثنين قدامها هنا 7 على 20 وهنا 3 على 20 اهو 7 على 20 و3 على 20 تعالى عند ال 19 قدامها هنا 13 على 20 و3 على 20 اهي ال 19 اهي في 13 على 20 و3 على 20 خد النتيجه بتاعت ده وده 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 الاربعه دول وجمعهم يديك 13.05 برجع بقول لك تاني لو هيضايقك انك تقول 17 divided 20 و 3 ديفايد 20 شوف ديت كفراكشن هتطلع كام؟ هتطلع 0.85 ودي 0.15 ومجموعهم واحد. دي 7 على 20 يعني 0.35 13 على 20 0.65 ومجموعهم واحد صحيح. ماشي الكلام؟ لما اجي اقول لحضرتك هنا ده كيس نمبر 13 حضرتك هتبدا تحل المساله دي طبعا هنا انا جايبها لك ما فيهاش سادل بوينت وانت هتجرب وتشوف لو في سادل بوينت خير وبركه ما في سادل بوينت هتحل بثلاث طرائق الطريقه اللي انا هوريها لك في الفيس تو فيس ليكتشر هيطلع 33 ابروكسيميتلي انا بقولها ابروكسيميتلي وانا ما اعرفش لكن لما بحلها ماثيماتيكالي تطلع 33.875 الفاليوز ار ان مليون دولار بالله عليك في الجراف هيطلع 0.875 صعب قوي لكن في الماثيماتيكال في الطريقتين هتطلع 33.87 thank you for good listening if there is any question please try to collect these questions to ask me next Monday بس ادعوا لي ان انا اكون كويس عشان اقدر اجي اديكم المحاضره ان شاء الله ونشوفكم على خير وربنا يوفقكم ان شاء الله آه شويه وهعمل لكم الليكتشر الثانيه والليكتشر الثانيه هاخد بقول لك البروسيس كوستنج بتاع هورنجرون اللي فيه الاكزامبلز اللي شرحتها الدكتوره هبه والاكزامبلز مشروحه زي ما انا وريتك في بعضها كده مش شغال بنفس الاسلوب بتاعنا انه يعمل الثري ريبورتس ويعمل اكونت ولكن هو بيعملها كده بشكل مختصر شويه وبشكل مكعبل شويه فانا عملتولك بنفس الطريقه اللي انا شرحتلك بيها في المحاضره وهوريك الاكزامبلز بتاعته هي هي الخمسه اكزامبل الموجود في التشابتر وهوريها لك ان شاء الله بالاكويفالنت يونت برودكشن ريبورت افريج يونت افريج كوست بير يونت ريبورت والكوست ريبورت والليجر اكاونت بتاع البروسيس ونشوفكم على خير ان شاء الله شكرا يا حبايبي السلام عليكم